عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقوم إن شاء الله تعالى في هذا المقطع بتصحيح الامتحان الجهوي لمادة التربية الإسلامية لأصحاب البكالوريا أحرار جهة درعة فيلال لسنة 2018 مع الشرح والتبسيط بطبيعة الحال. لنبدأ على بركة الله. فلنقرأ السياق بتأن وتدبر. تابعت بمعية صديقك أحمد، يعني تابعت مع صديقك أحمد برنامجا حواريا موضوعه نحو سبل تجاوز واقع التخلف الحضاري الذي يشهده العالم الإسلامي اليوم. نحو سبل يعني نحو طرق ونحو وسائل ونحو حلول تجاوز واقع التخلف الحضاري، حيث مهد المسير بالتساؤل الآتي: كيف انحدرت أمة وصفها القرآن؟ يعني كيف أصبحت، يعني انحدرت يعني من الانحدار، يعني نزلت مرتبتها. كيف انحدرت أمة وصفها القرآن بخير أمة أخرجت للناس إلى أمة تعيش الفقر والتخلف والاقتتال والتبعية للآخر؟ وما السبيل إلى تجاوز أزمتها واستعادة عزتها ومجدها؟ أشار المتدخل الأول، يعني في هذا البرنامج هناك المسير وهناك 3 متدخلين. المتدخل الأول أشار في كلمته إلى أن من أسباب هذا الانحطاط تصدر من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد للفتوى وإساءة فهم النص الشرعي، وأكد على ضرورة الإلمام بخصائص الشريعة وعلومها وإعمال النظر والتفكر لإدراك المقاصد الشرعية وبيان المصالح. بينما اقترح المتدخل الثاني أن المخرج، أي أن الحل، يكمن في ضرورة يتجلى في ضرورة تجديد الدين ونشر ثقافة التعايش والرحمة والرفق وإعلاء قيم العدل والوسطية وحقوق الإنسان كما أسس لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دستور المدينة وخطبة حجة الوداع لتجاوز حالات الاقتتال والفتن والنزاعات بين المسلمين. أما المتدخل الثالث فغضب مما سمعه وألح على أن سبب التخلف يتجلى في التشبث بأمجاد الماضي، ودعا إلى تجاوز الغيبيات التي تعيق العقل عن ممارسة وظائفه. نظر إليك صديقك باستغراب وأسئلته لا تنقطع حول ما سمعه، فقمت بتهدئته وقررت الإجابة على أسئلته. السند، هذا السند يعني النص الشرعي الذي سيساعدك. قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نمر الآن إلى الأسئلة. أسئلة هذا الامتحان مقسمة إلى 3 أجزاء. لنقرأ أسئلة الجزء الأول. أولا السؤال الأول: عرف لأحمد ما تحته خط، يعني 3 مفاهيم تحت خط في النص سنقوم بتعريفها، وهذا يعني من الحفظ، يعني كما ذكرنا سابقا لابد من حفظ مفاهيم الدروس. ثانيا تساءل أحمد عن أنواع المقاصد الشرعية، أبرزها له يعني أذكرها له مع التمثيل لكل نوع، وهذا كذلك من الحفظ يعني ليس من النص. ثالثا استخرج من الوضعية أعلاه يعني من النص مظهرا من مظاهر الإلحاد مستدلا على ما يلحظ من سورة ياسين، يعني على ما يبطل هذا النوع من أنواع الإلحاد وعلى ما يرد عليه. رابعا ينادي البعض بضرورة تغيير بعض الأحكام الشرعية القطعية بدعوى التجديد في الدين لمسايرة متغيرات العصر، أعبر عن رأيك في هذه القضية ببيان مجالات التجديد وحدوده. خامسا من صور الاعتزاز بالإسلام الواردة في سورة ياسين موقف الرجل الصالح في مؤازرة دعوة المرسلين إلى دين التوحيد، فكان جزاؤه الإكرام بالشهادة ومغفرة الذنوب. ألف اكتب الآيات القرآنية من سورة ياسين الدالة على اعتزازه بدينه
ب استنبط عبارتين واردتين في هذه الآية. هذه الأسئلة يعني كلها تحتاج إما إلى الحفظ وإما إلى الفهم. مثلا المفاهيم لابد يعني من حفظها، أنواع المقاصد دائما أقول لكم يعني الأنواع، الأجزاء، مثلا الإيجابيات، السلبيات، هذه أمور يجب حفظها، الخصائص، المميزات وغيرها. والأسئلة الأخرى فيها فهم وفيها حفظ، يعني إن كنت أفهم الدرس أستطيع الإجابة باعتماد السياق بطبيعة الحال. الآن لنتعرف على أجوبة الأسئلة السالفة الذكر. السؤال الأول قال لك عرف ما تحته خط ثلاثة المفاهيم عندنا. النص الشرعي، ما هو النص الشرعي؟ هو مجموع ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية وما تدل عليه تلك الألفاظ من أحكام ومعاني ومقاصد. التفكر، التفكر هو التأمل والتدبر بالقلب مع إعمال العقل لإمعان النظر في الآيات الكونية الدالة على عظمة الخالق. الرفق، سلوك يغلب عليه اليسر واللين في القول والفعل. السؤال الثاني، ما هي مقاصد الشريعة أو أنواع مقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة أنواع ثلاثة وهي، قال لك ما التمثيل لها؟ المصالح الضرورية، المصالح الحاجية، والمصالح التكميلية. ماذا نقصد بالمصالح الضرورية؟ هي التي لا بد منها لحفظ حياة الإنسان وفقدانها يؤدي لخلل واضطراب، وهي خمسة، هي الضرورة الخمسة: حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والمال والعرض. المصالح الحاجية التي يحتاجها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج، مثل رخص العبادات كتقصير الصلاة وإفطار رمضان للمسافر والمريض وغيرهما. المصالح التكميلية تتطلبها المروءة ومكارم الأخلاق كآداب الطعام والشراب واللباس وغيرها من الأمور. السؤال الثالث قال لك استخرج يعني من السياق من النص مظهرا من مظاهر الإلحاد. هناك عدة مظاهر من الإلحاد. الإلحاد يعني بالله عز وجل، وهذا يعني أشهرها، الإلحاد بالقرآن، بالسنة، بالبعث، بالجزاء. الإلحاد بالغيبيات، الإلحاد بالغيبيات، وهذا ما ذكره المتدخل الثالث في السياق. والشاهد له من سورة ياسين وقوله تعالى، وهو يعني السند الذي أعطونا بدايته، السند من سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لأن من يحيي العظام وهي البعث، هذا من الأمور الغيبية. رابعا، رأي الذي يقول بالتغيير في الأحكام القطعية، ما هو رأيك؟ هذا يعني لا نعطي فيه رأينا، لأن الإسلام هو الذي أعطى رأيه فيه، فهذا لا يجوز التغيير، لا يجوز، لأن التغيير في الأحكام القطعية الدلالة لا يجوز أبدا، لأنها ليست من مجالات الإشهاد، ومجالات الإشهاد تعرفنا عليها في الدرس. فالأحكام، فالنصوص القطعية الدلالة والأحكام ها القطعية الدلالة لا يجوز التغيير فيها والاجتهاد فيها، فهي صالحة لكل زمان، على خلاف ظنية الدلالة. هناك نصوص ظنية الدلالة، وهذه التي يجتهد فيها، والأمور المستجدة التي لم تكن في زمن من قبلنا، هذه هي التي يجوز فيها الاجتهاد. خامسا، أذكر الآية الدالة على اعتزاز الرجل الصالح بدينه في سورة ياسين، هي قوله سبحانه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذا هو الشاهد لاعتزازه بدينه. كما يعني طلب منا ذكر عبارتين من هذه الآيات: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لاحظوا يعني رجل من أولئك القوم الذين لم يتبعوا المرسلين، يعني من كل قوم، هذه عبرة، من كل قوم مهما بلغ ظلمهم ومهما بلغ كفرهم سنجد فيهم يعني فئة خيرة وإن قلت، خرج منهم رجل صالح وجاء من أقصى المدينة وقال لهم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني كذلك
قام بإعطائهم دليلا عقليا: اتبعوا من لا يسألكم أجرا، يعني لا يسألون أجرا، لو كانوا يعني يريدون متاع الدنيا لسألوكم أجرا، ولكن هذو لا يسألون أجرا لأنهم يريدون وجه الله عز وجل وهم مهتدون، يعني وهم مهتدون، يعني لا يدعونكم لشيء وهم لا يفعلونه، بل هم يقومون بذلك. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كذلك الدليل أنه الإنسان سيعود إلى الله عز وجل، لماذا لا يعبده وهو سيقف بين يديه وسيحاسب على كل صغيرة وكبيرة. لنمر الآن إلى أسئلة الجزء الثاني. السؤال الثاني أو الجزء الثاني عفوا، استثمر رأي المتدخل الأول، يعني فقط سنرتكز على رأي المتدخل الأول في النص، ثم أجب على ما يلي: بين موقفك من ربط انحطاط المسلمين بتجرؤ البعض على الاجتهاد دون التوفر على شروطه، يعني ما العلاقة بين هذين الأمرين مع التعليل؟ ثانيا، أتمم الجدول بما يناسب، اذكر خصائص الشريعة فقط خاصيتين والدليل الشرعي. ثالثا، انطلاقا من السند، ركب فقرة تبرز فيها علاقة النظر والتفكر بالعلم والإيمان. السؤال الأول يخصص أو تخصص 0.5 نقطة للموقف ونقطة ونصف للتعليل. الموقف موقف صحيح، ما هو التعليل؟ هو ذكر 3 شروط على الأقل من شروط الاجتهاد. الموقف الصحيح يعني أن التجرؤ على الفتوى هذا مما أدى إلى انحطاط الحضارة الإسلامية. ونذكر 3 شروط على الأقل من شروط الاجتهاد، هي العلم باللغة العربية وعلومها، هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في من يعطي الفتوى، كي لا يعطي فتوى خاطئة، فتوى يعني قد تؤدي إلى ظلم، قد تؤدي إلى باطل، قد تحلل ما حرم الله أو قد تحرم ما أحل الله، وبهذا يعني قد يحدث يعني فساد عظيم. من الشروط الاجتهاد: العلم باللغة العربية وعلومها، العلم بالقرآن وعلومه، العلم بالسنة النبوية وعلومها، العلم بمقاصد الشريعة وغيرها. ثانيا، خصائص الشريعة: الربانية والشمول. الدليل على الربانية قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. الرباني يعني أن الشريعة من الرب عز وجل، وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن الكريم نزل من الله عز وجل. كذلك الشمول، فهي شاملة لكل نواحي الحياة وجوانبها. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني من خصائص الشريعة أنها تعالج جميع القضايا وجميع المجالات وجميع الجوانب. قال تعالى: ما فرطنا، يعني ما نسينا، ما تركنا، ما يعني ذكرنا في الكتاب، يعني في القرآن الكريم كل شيء. السؤال الثالث، 0.5 نقطة لجزالة الأسلوب وتماسك الفقرة، ونقطة لصحة الأفكار، يعني علاقة التفكر والنظر بالعلم والإيمان. أولا، لا إيمان بدون علم، ونواة العلم التفكر، هذه أفكار فقط. للتفكر والنظر دور في الترقي في مدارج الإيمان، في مدارج الإيمان. فالتفكر يعني من أرقى العبادات، تفكر وتدبر في خلق الله، هذا يقوي الإيمان عند الإنسان عندما يتفكر في الكون وفي السماء والأرض وفي نفسه، ويتدبر في هذا الكون ويتساءل يعني ويرى عظمة الله عز وجل في هذا الخلق، هذا يقوي إيمانه. التفكر يورث العلم، والعلم يرسخ الإيمان. لننتقل الآن إلى أسئلة الجزء الثالث والأخير. ثالثا، استثمر مداخلة المتدخل الثاني ثم أجب على ما يلي: أتمم الجدول الآتي، ذكر القيمة الواردة في رأي المتدخل الثاني وظيفتها في تجاوز مظاهر التخلف، جوج القيم وجوج الوظائف. ثانيا، أتمم الجدول الآتي: مجال التوسط والاعتدال، دليله الشرعي، قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذه الآية على أي مجال يعني تتحدث في التوسط والاعتدال. هنا أعطونا العكس، أعطونا مجال التوسط هو التوسط بين العمل والعبادة، وحنا نعطيه الدليل الشرعي، نقصد بالدليل الشرعي سواء آية من القرآن الكريم أو حديث من السنة النبوية.
هنا عطاونا حديث إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. هنا نذكر مجال التوسط. ثالثا ائت بحقين من حقوق الإنسان الواردة في خطبة حجة الوداع مبرزا دور كل منهما، يعني دور هذا الحقين في تجاوز بعض مظاهر التخلف الذي يعيشه المسلمون اليوم. السؤال الأول، تخصص نصف نقطة لكل جواب، يعني نصف 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 نصف، يعني نقطتان. القيمة الواردة في رأي المتدخل الثاني هو التعايش، يعني ذكر مجموعة من القيم من بينها التعايش. ما هي وظيفتها؟ إلغاء العصبيات، يعني ديك العصبية ديال القبيلة وديال العرق وديال الجنس وديال الأصل، يعني الإنسان يتعايش مع جميع الناس كيفما كان أصلهم وكيفما كان لونهم وكيفما كان دينهم. ب العدل، ذكر أيضا المتدخل الثاني قيمة العدل. ما هي وظيفته؟ تحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق العدالة في المجتمع. السؤال الثاني، مجال التوسط والاعتدال والدليل الشرعي. الدليل الشرعي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا يدل على الاعتدال في الإنفاق، يعني في إنفاق المال. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني الإنسان لا يسرف في الإنفاق ولا يكون يعني يمسك يده إلى عنقه، يعني لا ينفق، يعني يكون متوسطا في الإنفاق. أما الاعتدال بين يعني في العبادة، قال تعالى بين العبادة والعمل، قال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا هو الدليل، يعني الإنسان يؤدي الواجبات الدينية التي عليه ثم يقوم بأموره الدنيوية. ثالثا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، هذا ماذا يدل على التوسط والاعتدال بين حق الله وحق النفس وحق الغير. الإنسان يعطي لله عز وجل حقه فيعبد الله عز وجل كما أمره، وكذلك يعطي للنفس حقها ف يعني يرفه عنها بما أحله الله عز وجل، ويعطي كذلك حق الأهل حق الوالدين وحق الأبناء وغيره. ثالثا، من حقوق الإنسان الواردة في خطبة الوداع هما طالبون فقط بحقين، فقط جوج الحقوق مع دور كل حق. حق الإنسان في الأمن على ماله ودمه وعرضه، ما هو دوره؟ هذا يؤدي إلى احترام كرامة الإنسان. ثانيا، حق التملك ومنع الاستغلال، هذا يؤدي إلى إعمار الأرض. ثالثا، حق المرأة في التكليف والتشريف، هذا يحقق المناصفة بين الرجال والنساء. ورابعا وأخيرا، حق المساواة في الأصل البشري، وهذا يؤدي إلى إلغاء كل أشكال التمييز. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تصحيح هذا الامتحان، إلى أن ألقاكم في مقطع آخر. أسأل الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.